اهلا بيكم. كنا وقفنا في الفيديو اللي فات عند لما بنتعرض للضغوط وازاي ده بيخلي جزء تاني من المخ يشتغل، هو الليمبك سيستم. كنا اتكلمنا عن البريفرونتال كورتكس وان دي اللي بنقدر نعيش بيها كبشر، ودي اللي بتميزنا عن غيرنا من مخلوقات ربنا. لكن الحقيقة ساعة الضغوط وساعة الخطر اللي بيشتغل هو الليمبك سيستم. ايه الليمبك سيستم ده؟ تعالوا نشوف بسرعة كده. الليمبيك سيستم ده عبارة عن مجموعة مراكز في المخ متوزعة. المجموعة دي من المراكز، الناس بتوع علم الأعصاب كده لقوا إنها مشابهة لمجموعة موجودة في عقول كتير من المخلوقات التانية حتى السحلية. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الجزء ده من المخ اللي هو بيسموه البريمتيف برين. البريمتيف برين ده او العقل البدائي ده مسؤول عن العمليات الاساسيه اللي في الجسم اللي بتخليك تعيش، اللي بتخليك تهرب من الموت، اللي تخليك لما تتعرض لخطر شديد تقرر، ودي بقى هنا اهم حاجه عندنا، تقرر اذا كنت تقف وتتخانق او تحارب للبقاء ولا تجري للبقاء. فهو في الاخر المسؤول عن العمليات الأساسية المسؤولة عن البقاء. وبالتالي كمان الليمبيك سيستم لما بيشتغل بيخلي عضلاتك منتبهة جدا، بيفرز مجموعة من الهرمونات في الدم. الهرمونات دي بتساعدك على ان انت ما تحسش بالألم، وبتساعدك على ان انت تتصرف بسرعة شديدة جدا وعضلاتك تتحرك بشكل سريع جدا. لكن للأسف ان لما الليمبيك سيستم بيشتغل، على قد ما احنا ممكن نعمل حاجات جميلة ونعمل حاجات رائعة وقوية وسريعة، على قد ما لما بيشتغل الليمبيك سيستم بيركن البريفرونتال كورتكس على جنب. وبالتالي اول ما يشتغل الليمبيك سيستم قدراتك على العمليات العقلية العليا بقى اللي قلنا عليها قبل كده، والتفكير بشكل منتظم ومنطقي، وكل ده بيختفي، ما بتقدرش تشتغل. ويمكن هنا الحقيقة احكي لكم حكاية ما تضحكوش عليا قوي بقى فيها. اللي حصل مرة وأنا في بيتنا قاعد، سمعت بنتي زي ما تكون بتصوت بتستغيث. طبعا بنتي، والدنيا كانت ليل شوية، صحيح يعني احنا مش ساكنين في حتة خطر، بس برضو انفعلت جدا طبعا وجريت بسرعة. هنا حصل ايه؟ سويتش اون للليمبيك سيستم، في خطر بتتعرض له بنتي، مش كده؟ خطر بتتعرض له بنتي، قام الجسم افرز كميه الهرمونات الكبيره اللي قلنا عليها دي اللي بتخليك تتحرك بسرعه، بس في نفس الوقت قام قافل ايه؟ قفل البريفرونتال كورتكس. جريت على بنتي، في ايه في ايه في ايه؟ قالت لي الكلبه هتموت الكلبه بتاعتنا. خلي بالك من الكلمه دي، انا مش ناسيها، ومع ذلك مع اني سمعتها بوضوح ان في كلبه غريبه هتموت الكلبة بتاعتنا. احنا كان عندنا ساعتها كلبة لسه صغيرة كده، يعني كانت في الحجم ده تقريبا، ما كانتش حاجة كبيرة، لسه كان عندها كام شهر. المفروض ان انا لو بفكر بشكل عقلي ومنطقي هعمل ايه؟ المفروض منطقيا الخطر اللي انا كنت خايف منه على بنتي مش موجود، وانما في خطر على كلب. اكيد اكيد مفيش اي انسان عاقل هيخاف على الكلب زي ما هيخاف على ابنه أو بنته. لكن الحقيقة أنا قلت بكلمة السر عاقل. في الوقت ده الحقيقة أنا ما كنتش عاقل. ليه؟ لأن العاقل يعني إيه؟ يعني دي شغالة، يعني البريفرونتال كورتكس بتكنترول، بتاخد القرارات أكتر من غيرها. لكن للأسف إن على طول اتوجهت كل الطاقة اللي طالعة جوايا دي، الطاقة اللي طالعة جوايا دي للدفاع عن بنتي، اتوجهت لإيه؟ للهجوم على الكلبة الغريبة اللي بتجري ورا الكلبة بتاعتنا. واللي حصل إن أنا هجمت على أنا هجمت على الكلبة دي وقعدت أضرب فيها كما لو كنت بدافع عن بنتي. بنتي مش في خطر، بنتي مش في خطر. أنا حاسس بيك وأنت بتبتسم دلوقتي أو بتضحك، لأن طبعًا الموقف لما بنفكر فيه وأنا بحكيهولك دلوقتي موقف مضحك جدًا، موقف غبي جدًا، ما فيهوش أي شيء من العقل. بس الحقيقة ابتديت أضرب في الكلب لولا إن صاحب الكلبة دي
لحقني وانقذها من تحت ايدي. طيب ايه الدرس اللي نطلع بيه؟ الحدوته ان انت البريفرونتال كورتكس بتاعتك لما بتقفل انت ما بتشتغلش كويس، انت بتخرج عن طور ان انت حلو الطور دي طور ان انت بني ادم، تخرج عن ان انت بتفكر بشكل انساني وبشري، بقيت بتتصرف زي الحيوانات. خلاص للاسف ان ده بيحصل، بس برضو ربنا خلقه فينا لسبب، ربنا خلقه فينا لان هو ده اللي بيخلينا فعلا لما نتعرض لخطر حقيقي نقدر نتصرف في الخطر الحقيقي ده، عن طريق ان احنا نعمل هجوم شرس على اللي قدامنا، او ان احنا نهرب ناخد ديلنا في سناننا زي ما بيقولوا وتجري من الخطر. fight or flight. طيب يبقى احنا اللي عاوزينه ان احنا لما نتعرض للمخاطر، نتعرض للمشاكل، لما نتعرض للاجهادات، لما نتعرض للضغوط اللي حوالينا، نخلي البريفرونتال كورتكس هي اللي تشتغل اكتر، او هي اللي تبقى مور ان كنترول، لان الحقيقه فايت اور فلايت مش هو اللي بيفيدنا كتير اليومين دول. قليل قوي ما بتبقى حياتنا فعلا او حياه اللي حوالينا بتتعرض للخطر، وانما عاده الضغوط بتخلي مخنا يتهيأ له ان احنا متعرضين لخطر حياه او موت، فايت اور فلايت. فلازم نحاول نخلي الليمبك سيستم ده ما يبقاش اجريفيتد، ما يبقاش ما يستفزش، ونتجنب الحاجات اللي ممكن تخليه يستفز. ده اول. يبقى اذا كنا هنقول ايه الحاجات اللي بتخليه يستفز، الحقيقه هنا هرجع برضو للكتاب بتاع ديفيد روك، واقول لكم ان ديفيد روك عمل موديل، برضو انا للاسف يعني الوقت هنا مش هيناسب ان احنا نحكي تفاصيله، لكن بيقول لك انت لما بتتعرض لان شكلك الاجتماعي يتهز، الليمبك سيستم بتاعك بيشتغل، بيبقى بيستفز. يعني ايه؟ يعني زي ما تقول فاكرين لما كان يقول لك مثلا لا ما تكلموش كده قدام صحابه، لما نيجي نتكلم على شباب مثلا ما تكلموش كده قدام صحابه عيب، خده لوحده وكلمه. ايه دي؟ هي دي الستيتس، الستيتس بتاعتك في الكوميونتي اللي انت عايش فيه. برضو من الحاجات اللي بتخلي الليمبك سيستم شغال كتير ان يبقى فيه قلق، قلق في المجتمع، قلق في البيت، قلق من حاجة، في مشكلة، حد عيان وخايفين عليه، أو في الشغل، في ناس بتترفد، في ناس بتتغير شغلها، لو سيبنا الشغل مش لاقيين شغل، قلق. القلق برضو بيستفز الليمبك سيستم. من الحاجات اللي برضو تستفز الليمبك سيستم إنك تحس إن أنت مش أوتونومس، إن أنت مش عندكش حرية اتخاذ قرار. الموضوع ده على فكرة موضوع حرية اتخاذ القرار ده ممكن نتكلم فيه كتير قوي. لكن بشكل عام كل ما بتاخد اوتونومي، كل ما بتاخد حريه اتخاذ قرار، كل ما انت جسم، كل ما انت بتبقى اهدى وبتبقى احسن وبتتصرف بشكل احسن، والعكس صحيح. برضو الليمبك سيستم بتاعك بيستفز لما بتتعرض لان انت تترفض من مجموعه، انت تطرد من الفريق، ان انت الناس اللي بتشتغل معاهم مش عايزين يشتغل مع الراجل ده تاني. دي كلها حاجات على طول بتخلي الليمبك سيستم بتاعك يقولك الحق، fight or flight، there is a danger، danger زي ما يكون حياة أو موت. هو في الحقيقة مش حياة أو موت، لكن للأسف إن مخك ساعتها ممكن يتصرف كما لو كنت بتتعرض لخطر حياة أو موت. آخر حاجة العدل. العدل برضو موضوع ممكن نقعد نتكلم فيه كتير، بس إحساسك بالعدل هو اللي مهم مش العقل، لان العدل نفسه موضوع منظور، انت بتبص له منين هو اللي يخليك تقول ده عدل ولا مش عدل، مش دايما بس في اغلب الاحوال. المهم ان انت لو حسيت ان انت متعرض لظلم، الليمبك سيستم بتاعك يقوم شغال، الحق انت بتعرض لحياه او موت. يا عم ده الراجل خد مني فلوس زياده او ما ادانيش مرتبي، فين الحياه والموت في الموضوع؟ ظلم، انا مش بقول انه مش ظلم، بس فين الحياه او موت؟ لكن للاسف على طول الليمبك سيستم بيخش ويعطل البريفرونتال كورتكس عن انها تتصرف بشكل متزن وشكل عقلاني وبشري. طب نعمل ايه؟ ساعه ما تحس ان انت بتتعرض لضغوط اهتم بحاجتين. حاجتين دول هما ايه؟ ان انت تشرب ميه كفايه، لما يبقى جسمك مجهد فيزيكالي
او سايكولوجيكالي الميه والسكريات بيساعدوا ايه؟ هم دول ممكن السكريات بالذات ممكن يكون لها مضار تانية، لكن الحقيقة الاتنين دول بيساعدوا البري فرونتال كورتكس على ان هي بيبقى عندها كمية طاقة كفاية، ويساعدوها على انها تبتدي تسيطر على تصرفاتك اكتر من الليمبك سيستم. يبقى انت مثلا لو راجع من الشغل اخر النهار قبل ما تروح البيت تعمل ايه؟ قبل ما توصل البيت بنص ساعة كده ولا حاجة، خد حاجة حلوة، ويا سلام لو كوباية مية، ولا سلام ده مع ده يعني في كوباية عصير، هتلاقي ان انت بقيت اهدى، بقيت احساسك بالسترس قل شوية. طبعا لو كل ما هنتعرض لضغوط هنشوف حاجة حلوة يبقى احنا طول النهار ايه بقى ما بناكلش غير حلويات، لكن لا، حاول تختار الاوقات اللي هي يكون فيها الفايدة اعلى ما يمكن من السكريات او من الكربوهيدرات. طبعا الشوكولاتة تحديدا لها فوائد تانية بجانب ان فيها سكريات، لكن بشكل عام حاول تلجأ لدول لما تكون تحت ضغوط. واهم حاجه ما تنساهاش سمايل. بنقول سمايل كتير وبنعيد في سمايل كتير، لان سمايلينج من اهم الحاجات اللي بتساعدنا على التخلص من الستريسز اللي حوالينا. طيب احنا في المحاضره دي اتعرفنا على مخنا بيستجيب ازاي للستريسز، وشوفنا نصيحه صغيره، نصيحتين تانية سمايل. الأولانية اهتم بمحتويات السكريات اللي بتاخده في جسمك في أثناء ما أنت بتتعرض لضغوط سواء جسمانية أو نفسية. السكريات بتساعدك شوية، احنا نتكلم بس عن حاجات تانية، بس ده من الحاجات المهمة. وفكر دايما في موضوع أنت في مود إيه؟ مود فايت أور فلايت، ولا مود ان انت البريفرونتال كورتكس بتاعتك هي اللي بتحكم. تحاول دايما تخلي البريفرونتال كورتكس بتاعتك تحكم اغلب الوقت. انا عارف ان لازم هيحصل سويتش اوف في وقت ما، لكن على الاقل طول ما انت بتفكر في الموضوع ده ممكن الموضوع يبقى مور اندر كنترول. نتقابل مع بعض في الفيديو الجاي عشان نشوف مخنا كمان بيلعب علينا ازاي، وممكن يبقى مخك واحد من اسباب او واحد من الاعداء بتوعك. هم الحقيقه في 10 اعداء هنتكلم عليهم ان شاء الله في المحاضره الجايه، واحنا بنسمع مع بعض او بنتعلم مع بعض ازاي مخنا ممكن يلعب علينا تريكس. اشوفكم في المحاضره الجايه ان شاء الله.